بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. شيخ صالح، والمسلمون يستعدون لاستقبال هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. كيف كان الهدي النبوي في استقبال هذا الشهر، وما هي الكلمة لفضيلتكم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، فقد خطب صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شهر شعبان، فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم فضائل هذا الشهر وما ينبغي للمسلم أن يستقبله به من الفرح والسرور، وأن يسأل الله أن يوفقه لصيامه وقيامه والعمل الصالح فيه. فهو شهر الفضائل، شهر الخيرات، شهر البركات، شهر النفحات، تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان، ويصفد فيه الشيطان، ويقال: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وهذا في كل ليلة من شهر رمضان ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فهو شهر عظيم، شهر عظيم عظمه الله سبحانه وتعالى بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهو خير كله من أوله إلى آخره، شهر الخيرات والبركات والنفحات من رب العالمين. فيه ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. قد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي للمسلم أن يحرص على قيام صلاة التراويح في هذا الشهر، ويحرص على صلاة التهجد في آخر الشهر، لأجل أن يجمع بين الفضيلتين: قيام رمضان وقيام ليلة القدر، فإنها في رمضان. فمن قام جميع الليالي فقد قام ليلة القدر، لأنها تمر به في ليالي هذا الشهر، فيحصل على فضائل عظيمة، خيرات كثيرة تعمر فيه المساجد. كان السلف الصالح إذا دخل شهر رمضان جلسوا في المساجد
يقرؤون القرآن، يحضرون المصاحف ويقرؤون القرآن، ويقولون نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، فهو شهر عظيم عظمه الله سبحانه، فرض صيامه وجعله أحد أركان الإسلام، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه قيام لياليه، فهو شهر خير كله لياليه وأيامه. فالمسلم إذا احتسب الأجر وقام هذا الشهر، قام ليالي هذا الشهر مع المسلمين في صلاة التراويح، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على حضور صلاة التراويح مع المسلمين في المساجد، وألا يذهب مع الملاهي والمرفهات وإضاعة الليل في المجالس أو في قصور الأفراح أو في الاستراحات، فإنها ليالي عظيمة فينبغي للمسلم أن يفرط بها، وأن يذهب مع اللهو واللعب ومع جلساء السوء، فإن كثيرا من الأشقياء يجعلون برامج لهذا الشهر من الملاهي والملهيات والمغفلات، يسهرون ليلهم على هذه الأمور، ولا يأتون إلى المساجد ولا يشاركون المسلمين في صلواتهم. فهذا خسران عظيم، خسروا هذه الليالي التي قد لا تمر عليهم مرة ثانية. قد قال صلى الله عليه وسلم: صعد المنبر يوما فقال آمين آمين آمين، ثم بين صلى الله عليه وسلم لماذا قال آمين وكررها، فقال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار قل آمين، قلت آمين. قال: ومن أدرك أبويه أو أحد أبويه فلم يبر بهما فمات فدخل النار قل آمين، فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فمات فدخل النار قل آمين، فقلت آمين. فهو شهر الفضائل والبركات والخيرات لياليه وأيامه، وقد لا يمر في حياة المسلم مرة ثانية، فعلى المسلم أن يشكر الله على إدراك هذا الشهر. كان السلف الصالح يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا دخل عليهم رمضان واجتهدوا فيه بالعبادات والطاعات دعوا الله 6 أشهر أن يتقبله منهم، لعلمهم بفضل هذا الشهر وخيراته وبركاته. ويكفيك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك. فهو شهر عظمه الله فعظموه، استغلوه لما تجدونه عند الله مدخرا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والموفق من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير على هذه الكلمة الضافية، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يصوم هذا الشهر ويقوم بأداء حقوقه كاملة، وأن يجعلنا ممن يدرك ليلة القدر. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، وأيضا نذكرهم بأن تكون الأسئلة خاصة بهذا الشهر الكريم. تليفون البرنامج 011-8-8-9-9-9-9.
سيظهر التليفون مرة ثانية على الشاشة 011-80-8-99-99. نعود إلى الأسئلة التي وردت البرنامج. فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة التراويح، هل للمسلم أن يصلي هذه التراويح في البيت؟ وما الأجر المترتب في صلاتها مع جماعة المسجد؟ نعم، له أن يصلي التراويح في بيته، ولكن صلاتها في المسجد مع المسلمين أفضل. فإذا كان لا يستطيع الحضور للمسجد يصليها في بيته، أما إذا كان يستطيع فالأفضل له أن يصلي مع المسلمين ويشارك المسلمين في عمارة المساجد، وربما أنه يستفيد من دعوات المسلمين ويغفر له بسبب دعوات المسلمين، فلا يحرم نفسه من ذلك. نعم. كل سنة شيخ يأتي أسئلة حول الذين يقومون بغسيل الكلى ودخل عليهم هذا الشهر، كيف يتعاملون مع الصيام؟ في اليوم الذي يغسلون فيه الكلى لا بد أن يفطروا، وإن صاموا لم يصح صومهم، لأن غسيل الكلى يأتي معه أدوية ومعه محاليل ويدخل في الجوف، فيعتبر من غسل كلاه مفطرا، يقضي هذا اليوم والله يعينه، ونرجو أن يكتب له أجر الصائمين، لأنه ترك الصيام في هذا اليوم لعذر، فله أجر الصائمين إن شاء الله. نعم. من لم يستطع الصيام لمرض طويل معه، وكيف يصوم وهل له أن يخرج عن ذلك؟ إذا دخل شهر رمضان فالناس ثلاثة أقسام: القسم الأول المقيم الصحيح، هذا يجب عليه الصيام أداء، والقسم الثاني المسافر، هذا إن صام أجزاءه الصيام في سفره، وإن أفطر فله ذلك، والفطر أفضل أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث الذي لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء، ومعه عقله وفكره، مثل الكبير الهرم ومثل المريض المزمن الذي لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين عن كل يوم، ويكون له أجر الصيام بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله رخص له وأفتاه بأن يطعم عن كل يوم مسكينا عن الصيام ويجزيه ذلك، والحمد لله. نعم. نذكر السادة المشاهدين بتليفون البرنامج 011-80-8-99-99. نرجو أن تكون الأسئلة في محيطي وما يختص بشهر رمضان وأحكامه. فضيلة الشيخ، ذكر بأن السلف كانوا يتركون الدروس والمواعظ الشرعية ويتفرغون لتلاوة القرآن الكريم، هل هذا صحيح فضيلة الشيخ؟ نعم، كان السلف الصالح والعلماء إذا دخل شهر رمضان أحضروا المصاحف وجلسوا في المساجد يتلون القرآن، ويتركون حلق التدريس إلى ما بعد رمضان، لعلمهم بفضل هذا الشهر، وعلمهم أن هذا أفضل من طلب العلم ومن الدروس. التفرغ لهذا الشهر والعبادة فيه، تلاوة القرآن في المساجد، هذا أفضل، ولذلك كانوا يقبلون على الجلوس في المساجد وتلاوة
القرآن، والدروس يؤجلونها إلى ما بعد رمضان. نعم، نبدأ بالاتصالات ونرجو أن تكون في محيط شهر رمضان المبارك. محمد من حائل، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام، جزاكم الله بالخير. الله يحييك، تفضل. جزاك الله بالخير. السؤال الأول. عندي سؤال بس حبيت أشارك منه، أني أنا مرضان قلب، مريض عضلة في القلب، وتنومت في المستشفى الحرس الوطني رمضان اللي فات ولا صمت. قال الدكتور لا تصوم لأنك تستخدم مدررات للبول الله يكرمك، وخاف أنها تسبب لك مشكلة في الكلام، تسبب لك يعني جفاف، ولا زلت أستخدم العلاج. وتكلمت مع الدكتور قبل فترة يمكن أسبوع، وقال لي يفضل أنك لا تصوم لأنك تستخدم العلاج المدرر، المدرر هذا ممكن يسبب لك جفاف في الكلام ويسبب لك فشل. حلك أحسن أنك تتبع، وأبغى أشوف رأيك. نعم، أفطر كما قال لك الطبيب، وأنت مرخص لك في هذا، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فتفطر وتقضي إن استطعت فيما بعد. نعم. السؤال الثاني يا محمد. إذا ما استطعت يا شيخ أدفع ولا كيف؟ إذا لم تستطع تسأل في ذاك الوقت. نعم. طيب، السؤال الثاني يا محمد. هذا السؤال. شكرا لك، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ما المراد بهذه الآية؟ المراد بذلك ظلام الليل وبياض النهار. الخيط الأسود هو الليل، والخيط الأبيض هو الفجر. فإذا تبين الخيط الأبيض فإنه يمسك عن الأكل والشرب والمفطرات وينوي الصيام. نعم. الأبر بأنواعها سواء في العضل أو في الوريد فضيلة الشيخ في نهار رمضان؟ الإبر على ثلاثة أقسام. القسم الأول الإبر المغذية، فهذه تفطر بالإجماع لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. القسم الثاني الفطر غير المغذية لكنها تؤخذ في الوريد في العرق، تذهب مع الدم، فهذه فيها الخلاف بين العلماء. منهم من يرى أنها تفطر الصائم مثل المغذية، ومنهم من يقول لا، إنها ما ليست مغذية فلا تؤثر على الصيام، والاحتياط أن يجعلها في الليل، الاحتياط أن يجعلها من احتاج إليها في الليل. والقسم الثالث الإبر التي تؤخذ تحت الجلد لا تؤخذ في الوريد، هذه لا بأس بها. نعم، لأنها لا تصل إلى الوريد والدم ولا تغذي. نعم. بالنسبة للمرأة وهي في المطبخ تذوق الطعام وروائح الطعام التي تدخل إلى الفم فضيلة الشيخ، كيف تتعامل معه المرأة؟ نعم، للمرأة التي تطبخ أن تذوق الطعام، ملوحة الطعام أو عدم ملوحته لأجل إصلاحه، وتمج ما في فمها من ماء الطعام تمجه، وكونه يذهب مع المسام لا يضر، لا تبتلعه، لكن إذا ذهب مع المسام فهذا لا يضر. نعم. أبو بندر من القويعية، تفضل يا أبو بندر. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، أنا عندي طال عمرك أبوي يبلغ من العمر 90 سنة، وفيها مرض قلق، ويأكل علاج نفساني، وحالته ضعيفة جدا ولا يستطيع الصيام، يشكي، فهل له رخصة؟ نعم، له رخصة، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيفطر ويقضي إن استطاع القضاء. نعم. السؤال الثاني يا أبو بندر. هذا هو السؤال يا شيخ. طيب، السؤال الثاني خاف أن محرجين على الوالد. طيب، شوية واسمعني. شكرا لك، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، نحن نصوم في أيام صيف لافح،
الصيام في أيام الشتاء والصيام في أيام الصيف هل الأجر سواء؟ الكلام على النية ما هو على المشقة، الكلام على النية والإخلاص. فإذا كان الإنسان ينوي عبادة الله ويخلص العبادة لله فله الأجر العظيم، وأما المشقة هذه أو عدم المشقة ذاك شيء طبيعي. نعم. الحقيقة هذا سائل يقول: نحن نتابع هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ وأنا إمام لأحد المساجد، ونرجو من سماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كلمة لأئمة المساجد في عدد صلاة التراويح. هناك الحقيقة من يزيد عن 11 ركعة وبعضهم 13 ركعة وبعضهم يزيد، ما الوارد في ذلك؟ الوارد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة في قيام الليل. نعم. لكنه كان يطيل القيام والركوع والسجود، فقد قام معه حذيفة ليلة فقرأ صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران في الركعتين، فهو يطيل القيام والركوع والسجود ويقلل عدد الركعات. وأما الصحابة فصلوها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت عمر 23، لأنهم خففوا من الصفة وزادوا في العدد، صلوها 23 ركعة لأنهم خففوا الصفة وزادوا في العدد في تعويضا لذلك. فمن أراد أن يطيل الصلاة فيصلي مثل ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يخفف الصلاة لا سيما الإمام لا يشق على المأمومين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فعلى الإمام أن يراعي أحوال المأمومين، يخفف الركعات ويزيد في العدد كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا نذكر الإخوة بتلفون البرنامج ولمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ صالح، ونذكر أيضا بأن تكون الأسئلة في محيط شهر رمضان المبارك. هناك فضيلة الشيخ من يعطي زكاة ماله لناس بعيدين مع أن له أقارب محتاجين وفقراء ومتعففين، فضيلة الشيخ؟ الصدقة على الأقارب المحتاجين أفضل من الصدقة على غيرهم لا شيء، لأن الصدقة على القريب المحتاج فيها أجران: أجر الصلة وأجر الصدقة. نعم. بالنسبة يا فضيلة الشيخ، يقول لتفطير الصائمين، هل الأفضل أن تكون في البيت أو تكون في المسجد؟ على حسب أحوال الصائمين، كان الصائمين أسهل عليهم الفطر في المسجد يفطرهم في المسجد، وإذا كانوا لا يشق عليهم الإفطار في البيت يفطرهم في البيت، كله سواء. نعم. بعض النساء شيخ في صلاة التراويح تأتي بأولادها الصغار، وخصوصا في غرفة النساء في صلاة التراويح، فيحصل الحقيقة ضوضاء للمصلين والمصليات. لا يجوز لها ذلك، أن تحضر أطفالها ولا تضبطهم. إذا كانت تضبطهم عن العبث وعن إزعاج المصلين فلا بأس بإحضارهم معها، أما إذا كانت لا تستطيع ضبطهم ويؤذون المصلين فلا يجوز لها ذلك، تصلي في بيتها وتحفظ أولادها وهي على أجر في ذلك إن شاء الله. نعم. الدعاء الوارد في دعاء فضيلة الشيخ دعاء القنوت، ما هي الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت هو ما علمه لسبطه الحسن بن علي رضي الله عنه،
اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وما زاد على ذلك من الأدعية فلا بأس، يختار من الأدعية ما يسر الله له ويدعو في القنوت. نعم. ينشغل بعض الناس فضيلة الشيخ، وخصوصا في حال الغروب وقبيل الأفطار، ينشغلون بالسوالف والضوضاء ويتركون الدعاء. نعم، ضيعوا الفضيلة. الفضيلة أن يشتغلوا بالاستغفار والدعاء قبل الإفطار، ويتهيأوا للإفطار وينشغلوا بذكر الله عز وجل. نعم. بالنسبة يا شيخ للبخور فضيلة الشيخ، وهل يؤثر على الصيام؟ نعم، إذا شمه، إذا تعمد شم البخور ووصل إلى دماغه فإنه يفطره. أما إذا البخور جاء إليه من غير أن يقصده ودخل في أنفه، أو الغبار أو الدخان دخل في أنفه من غير أن يقصد، فلا يؤثر على صيامه لأنه لا يستطيع منعه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بالنسبة لأفضل الأوقات في قراءة القرآن فضيلة الشيخ، وهل للمسلم أن يختم لمرة واحدة أو أكثر من مرة؟ الأفضل أن يختم القرآن ختمات متعددة، لا سيما في شهر رمضان، وكلما كثرت ختمات القرآن عظم الأجر وزاد الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فلا يقتصر على ختمة واحدة. نعم. أحد الإخوة معنا فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة لتبخير البيت يا فضيلة الشيخ، عادة يكون البيت له رائحة فيقومون بتبخيره في نهار رمضان، هل يؤثر على الصائمين شيخ؟ لا يؤثر على الصائمين، لكن لا يقصدون شمه، وإذا وصل إلى أنفه من غير قصد فلا يضر. نعم. نعم. غازي من الطائف معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، احنا في قرية هذه تابعة لمحافظة ميسان جنوب الطائف، في رمضان نفتقد للأئمة، لا يوجد أئمة أو إمام رسمي بالمسجد عندنا، ونحتاج إلى جلب أئمة من الأخوة البنغاليين أو البرماويين، بعضهم ما يجد القراءة القرآن يعني بتكسير، هل يجوز الصلاة معهم ولا لا؟ يا أخي تراجع شؤون المساجد في الطائف ويرسلون لكم إمام، فيه ولله الحمد حفظ للقرآن من جمعيات تحفيظ القرآن عندهم، يرسلون لكم واحد يصلي بكم رمضان. نعم. بقي شيء يا غازي؟ شكرا. فضيلة الشيخ يقول: المسجد قريب من بيتي، ولكنني أذهب إلى مسجد آخر بعيد جدا أن هناك إمام حسن الصوت. الأولى أن تصلي في المسجد القريب من بيتك، لأجل تكثر الجماعة في مسجدك، ولأجل أن لا يكون عند الإمام يعني حساسية لأنك ما تركته أو ذهبت، أو عند الناس إلا أن الإمام فيه شيء وأنك ملاحظ عليه شيء، فالأولى أن تصلي في المسجد القريب من بيتك، هذا هو الأولى. نعم. فضيلة الشيخ، في التراويح هل الأفضل أن يقرأ من المصحف أو عن ظهر قلب؟ يختلف باختلاف الناس، فمن كانت القراءة بالمصحف أسهل عليه يقرأ من المصحف، ومن كان عن ظهر قلب ولا يشق عليه فهذا أفضل بلا شك، لأن المصحف يحتاج إلى مسك باليد، ويحتاج إلى نظر في الكتابة، وأما الذي يقرأ عن ظهر قلب فلا يحصل معه هذه الأمور، ويكون هذا أفضل إذا أمكن. نعم. ما الضابط للمرأة عند خروجها لصلاة التراويح حيث تذهب مع أولادها لأحد المساجد البعيدة جزاكم الله خيرا؟ المهم أنها تتستر عند الخروج،
لا تمنعوا إماء الله، يقول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات يعني غير متزينات ولا متبرجات بزينة، وتخرج في ثياب ساترة ليس فيها زينة. نعم. السفر يا شيخ في رمضان، هل للإنسان أن يسافر في رمضان ويجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ نعم. السفر في رمضان هل له نعم. أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ نعم، المسافر يجمع بين الصلاتين، أباح الله له ذلك وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جد به السير يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق به في رمضان وفي غيره. نعم. يسأل يا فضيلة الشيخ عن ضابط النية عند دخول الشهر، هل هناك نية واحدة أم لكل ليلة نية؟ فيه نية عامة وهو أن ينوي صيام الشهر، وهناك نية لكل ليلة، لا بد من هذا، لا بد من النية العامة عند دخول الشهر، ولا بد من نية الصيام لكل ليلة، لأن كل ليلة صيام، كل يوم صيامه عبادة مستقلة، فلا بد له من نية. نعم. تذكر بأن لها ولد يصوم ولكن بدون سحور، فضيلة الشيخ هل يقبل الصيام؟ نعم يقبل الصيام، لكن السنة أن يتسحر، لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وفي الحديث أحب العباد إلى الله عز وجل أعجلهم فطرة، والله وملائكته يصلون على المتسحرين، قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وسماه صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك، ويكون آخر الأكل الطعام، يكون آخر تناول الطعام عند طلوع الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأن بعض الناس قد يتسحر نصف الليل أو يسهر، هم من إذا بغى ينام تسحر وترك صلاة الجماعة وترك الصلاة في وقتها وصام قبل وقت الصيام، هذه محاذير. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول في العام الماضي في رمضان سافرت إلى بلد وأردت الصلاة في مقر سكني واتجهت إلى القبلة، لكن مع انحراف يسير، فهل صلاتي صحيحة؟ الانحراف اليسير لا يضر، صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ بالنسبة لصلاة التراويح، إذا كانت تشق علي وأنا قد أجريت عملية ومعي كرسي، هل أصلي على الكرسي وهل الأجر واحد؟ نعم، صل على الكرسي والأجر تام إن شاء الله، لأنك معذور في هذا، فقال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، اتقوا الله ما استطعتم، ولك إن شاء الله أجر القائم، لأنك ما تركت القيام إلا لعذر. نعم. تقول السائلة زوجي فضيلة الشيخ يصوم ولكنه يفوت بعض الصلوات، مثلا لا يصلي العصر، يأتي الظهر وينام حتى قبيل المغرب ثم يقوم ويصلي العصر، هذا مضيع والعياذ بالله، مضيع للصلاة، والصلاة آكد من الصيام، عليه أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة صائم أو غير صائم، ولا يفرط في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، كيف تتحقق التقوى في الصيام؟ هذا بحسب توفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا راجع إلى الشخص،
فإذا أخلص عمله ونيته وقصده إلى الله لله عز وجل فهذا هو الإخلاص. نعم. فضيلة الشيخ، بعض المساجد مثل ما ذكرتم تكون قليلة في عدد المصلين لصلاة التراويح، وبعض المساجد تمتلي ويكون هناك سيارات وازدحامات حول هذا المسجد، وتسكر مثلا الشوارع وتكون ضيقة من المصلين حيث يأتون من الشرق والغرب للصلاة في ذلك. هذا خلاف الأولى وخلاف الأفضل. الأفضل أن تعمر المساجد كلها والإنسان يصلي في المسجد القريب من بيته، هذا أفضل، ولا يذهب هنا وهناك يتبعون الأصوات ويتتبعون ما يذهب هنا وهناك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول إذا اشتريت مثلا في رمضان طعاما صالحا للاستهلاك الآدمي بقصد أن أطعم بعض البهائم في حر هذا الصيف، هل علي في ذلك شيء؟ هذا من الإحسان ولك الأجر في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فتحسن إلى البهائم، تحسن إلى كل كبد الرطب، ولك في ذلك الأجر إن شاء الله. نعم. سليمان من ضبع، تفضل يا سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. تفضل. تفضل سليمان. أبا أسأل، أنا البخاخ أنا الرب يكثر في الصيام ولا كيف؟ تأجله إلى الليل يا أخي، البخاخ تأجله إلى الليل، لأن فيه في البخاخ يكون معه شيء من الماء ويكون معه شيء من الدواء، فإذا أجلته إلى الليل فهذا أحوط لك. نعم. سليمان بقي شيء؟ يقول عبارة: اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. في مقامنا ذي لا أعرف أنها وردت، لكن نيته أن يؤكد الأمر وأن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له في مكانه هذا. نعم. فضيلة الشيخ، من ترك صلاة التراويح واكتفى فقط في النافلة بعد الصلاة وصلى التراويح في بيته. نعم، إذا صلى التراويح في بيته حصل على الأجر، لكن أجره أقل من الذي يصلي مع الناس في المسجد، لأن صلاة التراويح شعيرة من شعائر الإسلام، تظهر في رمضان، تظهر في المساجد، هذا هو الأفضل، تعمر المساجد بها. نعم. يسأل عن إلا لمن كان عاجزا عن الذهاب إلى المسجد فيكتب له أجر من ذهب إلى المسجد. نعم. يقول: بالنسبة للتسوق في نهار رمضان، هل ورد فيه شيء؟ طلب الرزق مشروع في رمضان، السواك وفي غيرها. التسوق ولا التسوك؟ السواك في رمضان. نعم، السواك في رمضان. قلت أنا ظننتك تقول التسوق. نعم. بالقاف. نعم. التسوك في رمضان لا بأس به، لا بأس به في الصباح وفي المساء، ولم يصح حديث إذا كنتم صياما فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا في العشي، هذا لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. معنا متصل، تفضل. ألو. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أبو مبارك معنا، تفضل. أبو مبارك. نعم تفضل. قال عمرك عند بنية عمرها 14، الثومة هم بها سكر، وكل ما صامت أما مخام خفض معها السكر ولا زاد، وباقي عليها من رمضان 3 أيام. باقي عليها من العام الماضي؟ إيه، من العام الماضي، من العام الماضي. نعم. تأجل صيام قضاءً إلى ما بعد رمضان الحاضر، تصوم رمضان الحاضر، وإذا انتهى تصوم الأيام التي عليها من رمضان السابق.
شكرا يا ابو مبارك. فضيلة الشيخ يقول أخي عليه صيام شهر كامل من العام الماضي لم يصمه، والآن سيدخل عليه هذا الشهر ولم يقم بالصيام للشهر الماضي، فماذا عليه الآن؟ يصوم رمضان الحاضر، وإذا انتهى يصوم رمضان الماضي يقضي. فإن كان ترك القضاء تكاسلا حتى جاء رمضان فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير. وأما إن كان أخر القضاء لعذر فيكفي القضاء ولا يطعم عليه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول أنا أحد المؤذنين في أحد المساجد بالرياض، وأرغب من سماحة والدنا الشيخ صالح الفوزان كلمة للمؤذنين والتحري للوقت، لأن هناك من يؤذن قبل الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فعلى المؤذنين وفقهم الله أن يتقيدوا بالوقت في طلوع الفجر وفي غروب الشمس، لأنهم يعتمد على أذانهم، يصام على أذانهم ويفطر على أذانهم، فعليهم مسؤولية عظيمة، هم متحملون لمسؤولية. قد يفطر الناس أو يصوم الناس على أذانهم وهو على غير الوقت، فعليهم أن يجتهدوا وأن يتحروا وينظروا في الشمس وينظروا. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. نختم هذا اللقاء المبارك معكم يا شيخ بسؤال للأخ محمد من الجويعية. تفضل يا محمد، لديه ثلاث أسئلة. تفضل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. محمد، قصر التلفزيون شوي لان فيه تردد بين الشهر. مبروك عليكم الشيخ وضيفه الكريم. تفضل تفضل، قصر التلفزيون شوي يا محمد. السؤال ثلاث أسئلة. واحد، ابشر. يلا. في الفطور لا صار تكسل من مراحل المسجد وصلي في البيت. طيب، يجاوب الشيخ لحظة. اذهب الى المسجد افضل لك يا اخي، إلا إن كان الذهاب إلى المسجد يشق عليك لمرض أو لكبر، صل في البيت. نعم. السؤال الثاني يا محمد. الثاني، أصلي التراويح ويجيني يقص ظهري شوي وأجلس على كرسي وأسجد معهم، بس إني في القيام على الكرسي. لا بأس بذلك، إذا كنت تحتاج إلى الجلوس فلا بأس بذلك. طول عمرك وعمر لا زال مؤذن واللبنة آكلها أمطلها ولا كمل؟ أقول النافلة يجوز أن تصليها قائما وقاعدا، لكن إذا كان ليس لك عذر لك نصف أجر القائم، أما إذا كان لعذر فلك الأجر كاملا. وأما إذا أذن المؤذن إذا كان يبكر فكل واشرب حتى يؤذن الذي يؤذن على الصبح. أما إذا كان المؤذن يتقيد بالصبح، ظهور الصبح، فلا تأكل ولا تشرب بعد أذانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. طيب، شكرا للمتصل. وسؤال أخير فضيلة الشيخ: ما الفرق بين التراويح والقيام، وهل هي في بداية رمضان أم في آخره؟ لا فرق بينهما، التراويح من القيام، نوع من القيام، ولكنها خاصة برمضان، وأما القيام فإنه يكون في رمضان وفي غيره. نعم. لعلكم تختمون هذه الحلقة يا شيخ صالح الفوزان بكلمة للأمة المسلمة. نعم، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يتقبله منا وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين. أن يجعل هذا الشهر بركة علينا وعلى الأمة الإسلامية بالنصر والتوفيق، وأن يمكنها من صيامه وقيامه
وعبادة ربهم في هذا الشهر المبارك بأنواع العبادات. الفرائض هذه لا بد منها في رمضان وفي غيرها، أما النوافل فتتأكد في رمضان أكثر من غيره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي كان عن شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما لاغتنام الخيرات. شكرا لفريق العمل من المخرجين والمصورين وجميع فريق العمل في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.